السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نيفين عصام، وده الفيديو الثامن من سلسلة تعلم القرآن بالتهجي. النهاردة هنتهجى سورة قريش، وتعتبر آخر سورة في سلسلة التهجي، لأن بالسورة دي هنغطي بقية الأحكام اللي أي حد ممكن يحتاجها عشان يقرأ أي سورة في القرآن بالأحكام. فلو بصينا هنا على الصورة هنلاقي فيه هنا نوع من أنواع المد، اللي هو لو في حرف مد وقبليه همزة اسمه مد بدل، ده هنتعلمه وهنشوف أمثلة عليه. في مد نوع تاني اسمه مد لين، هنعرف ليه لين، ليه ما قلناش عارض للسكون زي باقي أنواع المدود. وطبعا في أحكام ميم ساكنة، زي ما اتعلمنا أحكام النون الساكنة. كده هنغطي كل الأحكام اللي فيها غنة مع الأحكام اللي اتعلمناها قبل كده، زي المد. هنا في مد متصل واجب 4 أو 5 حركات لو همزة بعد المد في نفس الكلمة. في مد منفصل جائز 4 أو 5 حركات لو المد في كلمة والهمزة في كلمة تانية. وفيها أحكام ميم ساكنة، وفيها أحكام نون ساكنة مع برضو الصفر المستدير اللي خدناه في الحلقة السابقة أو في الفيديو السابق لا ينطق. وفيها الرقمين دولت معناها حكم من أحكام التقاء الساكنين، قلنا لو الساكن الأول مد والساكن التاني اللي هي اللام القمرية حرف المد بيسقط في النطق. فزي ما شفنا هنا الصورة فيها أحكام كتير جدا، مراجعة الصورة دي لوحدها بتغطي معظم الأحكام اللي أي حد محتاجها عشان يقرأ قرآن صح. فأرجو التدرب عليها كذا مرة وإتقانها، عشان بعد كده هيبقى تطبيق الأحكام دي إن شاء الله سهل. طيب نبتدي بمد البدل. مد البدل مد سهل جدا باختصار، هو حرف مد تقدم عليه همزة في كلمة. يعني أي حرف مد في القرآن، احنا عارفين حروف المد 3، ألف واو وياء. لو في ألف وقبليها همزة يبقى مد بدل حركتين. لو في واو وقبليها همزة، طبعا الواو لو عليها همزة ما بتبقاش واو، ده مش حرف واو، ده همزة، فدي همزة ضم عادي. لما بقول رؤوف دي همزة ما بنطقش الواو خالص، والمد اللي بعديها اسمه واو مد بدل حركتين. نفس الحكاية هنا، الياء قبليها همزة يبقى الياء مد بدل. إيمانا أو متكئون، برضو الواو هنا مسبوقة بهمزة يبقى بدل. وأوذوا، الواو مسبوقة بهمزة يبقى واو مد بدل. لإيلافي اللي هي في الصورة اللي هنقرأها، فده ياء مد بدل. أو نأى، ده الياء دي طبعا ألف مد بدل مش ياء. ويأوسا واو مد بدل. دعائي، هنا الياء مد بدل، الألف نفسها تبقى مد متصل عشان الألف بعديها همزة في نفس الكلمة، والهمزة قبل حرف المد يبقى ده مد بدل. والمستهزئين، فدي أمثلة علشان نبقى مدركين لشكل حرف مد البدل في القرآن. تاني حاجة هنتعرض لأنواع الياء والواو الساكنة في القرآن. في واو أو ياء مادية اللي هي حروف المد العادية، الياء اللي هي معراء أو ما عليهاش حركة وقبليها مكسور، أو واو ما عليهاش حركة برضو أو معراء وقبليها مضموم، ده شكل حرف المد. طيب لو لقيت ياء عليها سكون أو واو عليها سكون واللي قبليها مفتوح، دي دول اسمهم ياء لينية أو واو لينية. طيب في الواو والياء المادية، لو هما قبل الحرف الأخير ونقف على الحرف الأخير بالسكون زي ما اتكلمنا قبل كده، هتبقى وقفا مد عارض للسكون جائز 2 أو 4 أو 6 حركات. وأصلا هو مد طبيعي حركتين، فده اللي اتعلمناه قبل كده. طيب في اللينية سورة قريش، آخر الآية كله أحكام ياء أو واو لينية. فلو نفس الطريقة، لو هقف على الحرف الأخير بالسكون يبقى الحرف اللي قبل الأخير لو عليه سكون وقبليه فتحة يبقى ده حرف لين، فهقول مد لين جائز. بدل ما هقول عارض للسكون هقول لين جائز، هغير عارض للسكون لكلمة لين. فنفس الأحكام، هيبقى مد لين جائز 2 أو 4 أو 6 حركات لا وقفا، ووصلا
بيبقى بياخد زمن الرخاوة. احنا الحرف الساكن عندنا بيبقى ليه زمن، يا اما شدة توسط او رخاوة. فالياء من حروف الرخاوة، فهديله طول شوية او جريان في الصوت لانه من حروف الرخاوة، او بيقال في بعض كتب التجويد مد ما دون المد الطبيعي. بس ما ينفعش اقول واصلا ان ده ياء مد طبيعي حركتين او مد طبيعي حركتين. ده بالنسبة لأنواع الياء والواو الساكنة، يا إما تبقى مادية يا إما تبقى لينية. لو مادية وقفت عليها هطبق المد العارض للسكون، لو وقفت طبعا الحرف الأخير وهي الحرف اللي قبل الأخير، لأن ممكن كلمة يبقى آخرها مد، لو آخرها مد وما فيش بعديها حرف مش هينفع أقول مد عارض. مد عارض للسكون لازم يبقى فيه حرف بعد حرف المد. نفس الطريقة لو وقفت على كلمة والحرف اللي قبل الأخير ياء لين أو واو لينية هطبق مد لين جائز 2 أو 4 أو 6 حركات. يبقى كده دول آخر نوعين مد، اللي هو مد البدل ومد اللين، بالإضافة طبعا للأنواع السابقة. ننتقل بقى لأحكام الميم الساكنة. زي ما في نون ساكنة في ميم ساكنة. الميم الساكنة 3 أحكام، المفروض انها اسهل من النون لانها 3 بس مش 4، وحرفين بس اللي هركز عليهم. يعني هركز لو في ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة، ده اول حكم، هعمل ادغام للميم الساكنة اللي هي الازرق في الميم المتحركة اللي هي اللون الاحمر. هقولها ككلمة واحدة، ما لهم منا، هعمل ادغام شفوي بغنة. كلمة شفوي في كل أحكام الميم الساكنة لأن مخرج الميم من الشفتين. فلتمييز أحكام الميم عن باقي الأحكام، لو إدغام هيبقى إدغام شفوي، إخفاء شفوي، إظهار شفوي. 3 أحكام. الإدغام الشفوي برضو ليه اسم آخر اللي هو إدغام مثلين صغير أو متماثلين صغير. معناها ان ميم وميم دول مثلين زي بعض، وصغير لان الاول بيكون ساكن والثاني متحرك، فده اسمه ادغام مثلين صغير. فهنطقه بادغام، هطبق الادغام اكنها ميم مشددة بغنة، لكم ما. طيب لو ميم ساكنة بعدها باء، ترميهم بحجارة، طبعا الميم هعمل إخفاء شفوي في الباء بغنة. نفس الطريقة، وما هم بمؤمنين، هعمل إخفاء شفوي بغنة، والإخفاء هيكون بإطباق الشفتين، وأفتح طبعا هعمل الميم بغنة وأفتح عشان أقول الباء. بالنسبة لباقي الحروف، ميم ساكنة بعدها باقي الحروف، بنعمل إظهار شفوي، يعني هننطق الميم عادية بدون أي غنة. هم فيها، أم لم تنذرهم، برضو كل أنواع الميم دي إظهار شفوي، ما بنعملش أي غنة ولا إضغام. بأحكام الميم، ده كده تلخيص لكل الأحكام اللي فيها غنة خاصة بالميم والنون. فإحنا كده يعني غطينا قبل كده أو درسنا في الفيديوهات السابقة النون الساكنة والتنوين، ان لو في نون وبعدها همزة هاء عين حاء غين خاء هعمل اظهار حلقي، يعني النون هتنطق بدون اي غنة او بدون غنة اكمل ما تكون. ولو في ادغام هيبقى حروفه يرملون، هطبق ادغام، هعمل ادغام سواء اللام والراء بغير غنة او الياء والميم والواو والنون بغنة. لو نون أو تنوين بعديه باء هعمل إقلاب، يعني هعمل هيتم قلب النون إلى ميم ساكنة بغنة. ولو باقي الحروف هيبقى إخفاء حقيقي. وعملنا الميم والنون المشددة، إن أي نون أو ميم مشددة بعمل غنة. والنهاردة هنضيف بيت الميم الساكنة اللي هي لو ميم بعديها ميم، ميم ساكنة بعديها ميم متحركة إدغام شفوي، ميم ساكنة بعديها باء إخفاء شفوي، أو ميم ساكنة بعدها باقي الحروف ما عدا الباء والميم طبعا هيبقى إظهار شفوي. يبقى أنا أي نون أو ميم في القرآن هشوف هطبق أنهي حكم عليها. لو نون أو تنوين هطبق أحكام النون الساكنة،
لو ميم هطبق احكام الميم الساكنة، فانا الاول بقرر اني حكم من الحرف الاول، لان هنا الميم اللي بعديها باء في ناس كتير بتلخبط بينها وبين الاقلاب. لا، الفرق ان هنا الحرف الاول ميم وبعديه باء، هنا الحرف الاول بيكون نون او تنوين وبعديه باء. نبتدي بقى الصورة دي، كل الأحكام اللي في صورة قريش. نبتدي بقى نرجع للصورة ونبتدي نتحجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لام كسرة لي، ألف همزة كسرة إي، يا مد بدل حركتين إي، لام فتحة، ألف مد طبيعي حركتين لا، فا كسرة في، لإيلافي. أراعي إن أنا الهمزة تبقى حركتين واللام برضو حركتين. من الأخطاء إن في ناس بتترك مد الهمزة، المد البدل، وبتبقى لإيلافي. لا، أنا عايزة لإيلافي، أعمل أو أتأكد إن الياء حركتين. قاف ضمة قو، را فتحة را، ياء مد لين جائز، اثنان أو أربع أو ست حركات، شين ساكنة عند الوقف. قريش، أراعي تفخيم القاف والراء وأبدأ المد بعد الراء، ما أعملش مد للراء، ما أقولش قراي قراي راي. في ناس بتعمل الخطأ ده، فأرجو تفخيم الراء والانتقال مباشرة للياء. قريش، لإيلاف قريش. ألف همزة كسرة إي، ياء مد بدل حركتين، نفس الياء هنا بس زي ما قلنا الياء المعكوفة من ضمن حروف المد زي الواو الصغيرة والألف الخنجرية اللي تم إضافتها بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلماء الضبط عشان يفرقوا بينها وبين الياء اللي كانت مكتوبة أضافوها بشكل مختلف. لام فتحة، ألف مد بدل حركتين، فاء كسرة في، هاء كسرة هي، ميم ساكنة. طبعا الميم هنا لو هعمل أحكام الميم هتبقى إظهار شفوي، يبقى إيلافيهم، وأعمل وأتأكد إن أنا بعمل إتمام كسر. إيلافيهم، را كسرة ري، حاء سكون ريح، لام فتحة لا، تا فتحة تا، رحلة تا. همزة الوصل تسقط وصلا نبدأ بها آ، لام شمسية مدغمة، شين شدة كسرة، هاوس طبعا عشان أنطق أي حرف مشدد يبقى بالحرف اللي قبليه اللي هو التاء، لأن همزة الوصل واللام الشمسية طبعا اللام الشمسية مدغمة وهمزة الوصل اللي بتسقط، فهقول تشي. تاء فتحة، ألف مد متصل واجب، أربع أو خمس حركات، همزة كسرة إي، رحلة الشتاء. واو فتحة، همزة الوصل تسقط وصلا نبدأ بها آ، لام شمسية مدغمة، صاد شدة فتحة، ياء مد لين جائز، اثنان أو أربع أو ست حركات، والصي، فاء ساكنة عند الوقف. والصيف، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فا فتحة فا، لام سكون فل، يا فتحة يا، عين سكون يع، باء ضمة بو، دال ضمة واو مد طبيعي حركتين دو، فليعبدوا. ألف صفر مستطيل لا ينطق، را فتحة را، با شدة فتحة رب، ها فتحة، ألف مد طبيعي حركتين ها، ذال فتحة ذا، ألف مد طبيعي يسقط وصلا لمنع التقاء الساكنين. همزة الوصل تسقط وصلا نبدأ بها آ، لام قمرية مظهرة ذل. با فتحة با، ياء مد لين جائز، اثنان أو أربع أو ست حركات، تا ساكنة عند الوقف، هذا البيت. فا
فليعبدوا رب هذا البيت. عشان الياء الساكنة يحدث وصوتها يبقى مظبوط، لازم اعمل الباء الفتحة بفتح مظبوط، لازم الفتح يبقى مظبوط عشان يعمل تصادم في الياء. بابا بيت، ما اقولش بي، با بيت، هذا البيت. همزة الوصل تسقط وصلا نبدأ بها أ، لام شدة فتحة ألا، ذال كسرة، ياء مد منفصل جائز 4 أو 5 حركات، الذي. ألف همزة فتحة أ، ط ساكنة ومقلقلة أطا، عين فتحة ع، ميم فتحة ما، هاء ضمه، ميم ساكنة إدغام شفوي بغنة، ميم شدة كسرة أطعمهم، نون ساكنة إخفاء حقيقي بغنة، جيم ضم جو من جو، واو مد طبيعي حركتين، عين تنوين بالكسر إدغام بغنة، جوع و. راعي وأنا بعمل الإدغام إتمام كسر حركة العين. احنا عندنا كسرتين او تنوين بالكسر، كسرة بنطق بيها العين عي، وبعدين انتقل للإدغام، ما اقولش عو هتبقى عي، عين و. همزة فتحة ألف مد بدل حركتين، ميم فتحة ما، نون فتحة نا، هاء ضمه، ميم ساكنة إدغام شفوي بغنة، ميم شدة كسرة وآمنهم، نون ساكنة إظهار حلقي من، خا فتحة خا، واو مد لين جائز 2 أو 4 أو 6 حركات، فا ساكنة عند الوقف خوف، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نقرأ السورة على بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، وأرجو متابعة الفيديوهات السابقة، 8 فيديوهات هيغطوا كل أحكام النون والتنوين والمدود اللي أي حد محتاجها عشان يقرأ صح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.